خليني أسألك اليوم أمام هذا الواقع، نجرب نظرا للمقاطعة المتكررة بعتذر عنها قبل، اليوم أمام هذا الواقع بات محتوم أنه حسان دياب مع ضغط أو يبدو القوى السياسية اللي سمته يبدو تراجعت عن هذا الأمر، والشارع هلأ رجل ذاهب للاعتذار برأيك؟ أنا برأيي ما حيعتذر، ما حيعتذر، وأصلا ما في آلية دستورية تتيح له، يعني تتيح لهم الاستغناء عنه. كان في حديث أنه الوزير سليم جريصاتي أو دوائر القصر الجمهوري عم تشتغل على فتوى دستورية يعني بنزع هذا التكليف. في شيء منكون عم نضيف مشكلة إضافية يعني يعني ما هي المشكلة وين؟ أنه هنالك انقسامات متتالية، يعني هلأ اللي معلي اللي عم يشكل الحكومة هو فريق واحد. قبل ما يشكل الحكومة كان هنالك انقسام بين ما يمكن نسميه انقسام سياسي يعني. طيب هلأ صار في انقسام داخل الفريق الواحد، هلأ في بده يصير عندنا كمان انقسام باجتهاد بالرأي، ويمكن كمان الطائفة السنية الكريم يعودوا يعترضوا. قديش هالقد السلطة عندها طرف، يعني هو يعني اللي بسموا هذا الفريق عندهم طرف في الوقت بأخطر أزمة اقتصادية ومالية عم بتمر بالوضع بالبلد، يطرف هيك يرجعوا للمحاصص وبياخذ وزيرين ولا وسياسة، يعني هالقد؟ أنا برأيي مش طرف، الإنكار مش طرف، عندهم يعني استهتار تمسح، يعني ما بعرف اللي بدك يسميه، بس خلاص يعني عن جد الناس تعبت، يعني حتى أنا واحد من الناس هلأ بيجي بفكر أنه يلا بدي أحكي من هلأ، عرفت وانشر الأخضر واليابس، بعود بفكر أنه طيب إذا وجع الناس ما بيأثر معهم، إذا انهيار البلد ما بيأثر معهم، إذا بدك يعني هنالك في لبنان حاليا 40% من اللبنانيين دخلوا في دائرة الفقر. شو الحال؟ هلأ كل الرهان أنه نحن عم نعمل قوانين وعم نعمل موازنة، يا أخي هاي الموازنة هلأ أنت إيراداتك غايبين عن الوعي، ما تغيرت الإيرادات، إيراداتك أنت لحد هلأ 40% أقل من الشيء اللي كنت متوقعه. الحل ما بعرف، كنت عم تحكيني عن حزب بدي الله، بدي أحكيك عن حزب الله. خليني أسألك سؤال عن حزب الله، برأيك اليوم حزب الله يعني لو لم يقف هذا الموقف أو موقف مغاير كان ترك الناس بالشارع، كانت يعني تغير، لأنه الطرف الأقوى اليوم تجربة بالبقى. حزب الله بدها تقييم، وحزب الله ببعض الأمور أنا برأيي ما كان لازم يتصرف هيك بطريقة معينة، بس بالإطار العام إذا بدنا نحكي استراتيجيا مثل ما بيقولوا فقه الفرد يختلف عن فقه الجماعة والأحزاب، يعني أنا كفرد ما متحرر من أي مسؤولية بقدر فكر بالطريقة اللي عم عبر عنها وقل لك يا، بس وقت اللي أنت تجيب حزب بمستوى حزب الله إنه حزب الله بوجه مين بده يثور، يعني حزب الله حريص على هو مش يثور، يعني لو ترك اليوم مش يثور، لأنه في شيء حتى الناس اللي نزلت على الشارع ما بدأ أحزب، هو بيقول مش حريص على الدولة ولا على السلطة، حريص على الاستقرار المجتمعي، وحزب الله عم يقارب الامور بطريقه. ليش بتقول انه كان حريص على الصيغه؟ يعني حريص اليوم على هذه الصيغه اللي مأمن الاستقرار. هو اول واحد، اول يعني واحد يعني حرص الناس على الدوله، اكيد بدها الناس الدوله، يعني ما بدها اسقاط الدوله بمفهوم اللي صار بسوريا بليبيا، حريص الناس يا رامز يعني. حزب الله اول واحد دعا الى اعاده النظر بالصيغه، اول واحد حكي انه اذا في امكانيه نعمل مؤتمر تاسيسي انا جاهز، بس حزب الله مشكلته وين؟ يعني حزب الله انه هنالك، أنا برأيي لك حزب الله وين مشكلته بالضبط، أنه هنالك بعض الناس اللي هن متحالفين مع حزب الله ما زالوا يعلون من الشأن الحزبي والشخصي على المصلحة الوطنية، وهنالك خصوم لدى حزب الله ما زالوا يعلون شأن خصومتهم مع حزب الله على مصلحة الوطن. قبل شوي كنت عم بتقلي أنه حزب الله طب قبل بحكومة التكنوقراط وما بده، طب هيدا ما كان بده، ما كان بده، طب هيدا دليل، يعني وقت اللي حزب الله يقول انه حكومة تكنوقراط ما بتخدمني وانا بدي حكومة تكنو سياسية، وبعد فترة نلاقيه انه قبل بحكومة تكنوقراط، طب ما هيدا شيء منيح انه هو عم ياخذ بعين الاعتبار مأساوية الوضع بالبلد وعم يتخلى عن امور هو بيعتبر انه هي مرتبطة بمصلحته، بس حزب الله هلا ما بيقدر، يعني الحلفاء اللي عنده ما بيقدر انه يخاصمهم بهيك وضع، والخصوم اللي عنده ما بيقدر انه يحاربهم بهيك وضع، وجيب اي حدا يا خيي ما بدنا نحن لا افلاطون ولا ارسطو ولا بدنا اهم محلل سياسي بالعالم او اهم خبير لحتى نعرف انه لبنان بوضع
مزري جدا جدا جدا، وانه لا حل للوضع بلبنان الا بحكومه تجمع بين صفتين النظافه والكفاءه. تمام.